بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب الثيرمو وشباب الفلود ميكانيكس في شرح الشابتر الخاص بالconservation of mass principle. بالنسبة لشبابنا في الثيرمو هو شابتر 5 conservation of mass for a control volume ويسمى continuity equation في الفلود ميكانيكس إن شاء الله الفصل القادم. والآن ومن الآن فصاعد جينا نحل نسميه ماس بالانس، ماس بالانس، انرجي بالانس، انتروبي بالانس وهكذا. هذا الشرح إن شاء الله بأبسطه جدا بحيث إنه يكون يعني سهل على طلاب الثيرموداينامكس، لأن هذه أول مرة يشوف فيها طالب الثيرمو الاشتقاق هذا مبسط. وفي الفلويد ميكانيكس الشباب يقدرون يراجعونه ريفريشينج ويعني ينشط يذكرهم وحياخذون يعني تفاصيل أكثر في الكورس اللي يجي بمشيئة الله. طيب أول سؤال نبغى نسأل أنفسنا يا أخوان إنه ليش احتجنا إلى conservation of mass for a control volume. أصلا ليش أخذنا control volume؟ إحنا كنا مرتاحين وكان عندنا ما يسمى ب الكنترول ماس، عفوا ماس اللي هو الكلوز سيستم. إذا تذكرون كان عندنا الكلوز سيستم، ليش نروح إلى نترك الكنترول ماس ونروح إلى كنترول فوليوم، أو نترك الكلوز سيستم ونروح إلى ما يسمى بالأوبن سيستم؟ السبب في ذلك الإجابة، تعال معي بحاول أوريك هيت اكسشينجر أو راديتر صغير، يمكن أنت شفته في سيارتك، شايف كيف؟ طبعا هذه هي الفتحة الخاصة بالراديتر، يدخل فيها الموية من هنا ويمشي وبعدين يمر هنا معايا وبعدين يواصل معايا ويمشي ويخرج من هنا، تمام. إذا أنت تلاحظ عزيزي المهندس الآن أنه في هذا التطبيق الهندسي الماس تدخل وتخرج من الـ من السيستم حقك هنا، بينما شابتر 4 الكلوزد سيستم يفترض بايش؟ بانه الماس ما تخرج، شايف كيف؟ ولا تتغير، ثابته من بدايه العمليه الى نهايه العمليه. معناته كذا لازم نطور ادواتنا والياتنا ونجيب تول رياضيه بواسطتها نحلل مثل ايش؟ مثل هذه الديفايسز، مثل هذه الاجهزه. طيب ابغاك تتخيل نحن الان نشيل الراديتر هذا ونحط بدله الشكل هذا الرئة قدامك اهو، هذا هو الراديتر، حطيته لك على شكل دائره، ومش بشرط تكون ال السيستم هذا او الجدار حق الراديتر يكون ريجيد ثابت، بل انه قابل، انا لا بخليها جنرال، قابل انه يتمدد وينكمش. تخيل انه بدله انه ان هذه بالونه، شايف كيف؟ ولها فتحة منا ومخرج من هنا وقاعد تعبيها انت موية، تمام، وانت تعبي موية. اذا كانت الفتحة الخروج حقت البالونة المطاطية هذه اكيد انك حتلاحظ ايش؟ حتلاحظ ان الحجم هذا يكبر، لانك انت تدخل ماس فلوريت معينة 5 كيلو جرام بير سكند، يخرج مثلا 2 كيلو جرام بير سكند من هنا، فحتجد انه البالونة تنتفخ. لنفرض انك لا، والله تدخل مثلا 2 كيلو جرام بير سكند والفتحة من هنا كبيرة بحيث يخرج 5 كيلو جرام بير سكند، حتلاحظ ايش؟ ان الماس اللي هنا بدأ ايش؟ بدأ ينكمش. إذن الماس هذا ليس بالضرورة يكون ايش؟ يكون ثابت. نعم لو كان ريجيد صلب زي الراديتر اللي وريتك قبل شوية، فحتكون الماس من بداية العملية إلى نهاية العملية ثابتة، الماس داخل الكنترول فوليوم، وهذا يجعل أن الماس فلوريت اللي داخل تساوي الماس فلوريت اللي خارج. لكن إحنا نسوي اشتقاقنا الآن بمشيئة الله جنرال، وبعدين نطبق الحالات الخاصة. طيب اعتبرني أنا وياك إحنا مفتشين في الشرطة ونتابع متهم معين. المتهم الآن أمامنا هي المنطقة هذه، الماس اللي موجودة جوا الكنترول فوليوم، شايف كيف؟ عند الزمن T، وأيضا الماس الكتلة دي اللي تبغى تدخل إلى الكنترول فوليوم، وخلينا نسميها المنطقة I. This is the mass that will enter our control volume. إحنا هدفنا نتتبع الماس هذه. طبعا خليني أسجلها، أجمع الثنتين مع بعض الآن، حتلاحظ أنها
الام كنترول فوليوم اوف تي بلس ام اي. اوكي طيب، بعد زمن دلتا تي يعني من هنا لحد هنا مر زمن مقداره دلتا تي، دخلت الماس هذه كل ابوها، شايف كيف؟ وتغير الشكل، لاحظ ان الشكل ذا اهو، شوف ما عاد زي، شوف انبعد شويه، وبالتالي الماس جوا الكنترول فوليوم هنا بالضبط جوا الكنترول فوليوم، ما ضروري انها تساوي الماس جوا الكنترول فوليوم في الحاله الاولى، تمام؟ والماس اللي خارجه منها ما ضروري تساوي الماس اللي داخله، ولكن حاصل جمع هذه زائد ذي يساوي هذه زائد ذي، لانها نفس الماده نفس الكميه، تمام؟ فاحنا نسجلها، نقول ام كنترول فوليوم، احنا لما مثلا تابعناها اصبحت دلتا تي زائد ام اكسيت. اوكي طيب ايش تبغى من هذا؟ اكيد اني ابغى اساوي الكميه دي بالكميه هذه. ناخذ لنا الحين ناخذ لنا ورقه جديده، بسم الله توكلنا على الله استعنا بالله لا حول ولا قوه الا بالله، هياخذ معي. نقول ان كميه ان الماس ات تي بلس دلتا تي زائد الماس اللي خرجت اللي هي هذه، اوكي، حتساوي الماس اللي كانت موجوده جوا الكنترول فوليوم عند الزمن تي زائد الماس اللي دخلت. طيب الخطوه اللي تي تليها، عفوا، خلينا اسوي ترتيب، ايش رايك اجيب هذه هنا وهذه ارجحها هناك؟ ممكن؟ ممكن. بسم الله والله اكبر، ماس كنترول فوليوم تي بلس دلتا تي ماينس الماس حقت الكنترول فوليوم عند الزمن تي، شايف كيف؟ حتساوي الماس اللي دخلت ناقص الماس اللي خرجت. طيب ايش الخطوه اللي بعدها يا اخوان؟ الخطوه اللي بعدها باذن الله اللي هو ايش رايك نقسم ديفايد باي دلتا تي، ايش رايك نقسم باي دلتا تي؟ ما في مشكله. طيب لو قسمنا باي دلتا تي، بلاش اكتبها كامله، خلني احطها بالاحمر اهو، حط الكسر، حط دلتا تي، وحط هنا دلتا تي، وحط هنا دلتا تي، جميل جدا. ايش الخطوه اللي بعدها؟ الخطوه اللي بعدها اهو نقول اهو خل دلتا تي تروح الى الصفر، خل دلتا تي تروح ايش؟ الى الصفر. والله يا دكتور كأنك ذكرتها بالرياضيات، ايوه تذكرون المشتقة دي واي دي اكس كانت تساوي واي 2 ماينس واي 1 على دلتا اكس، از كل بحيث عفوا دلتا اكس بحيث ان دلتا اكس تروح الى الصفر. وهذا اللي حنسويه هنا، انه هذه اذا كان دلتا تي تؤول الى الصفر فإنها بالتالي تساوي دي ام حقت الكنترول فوليوم معايا دي تي، اهي حط تساوي. طيب وهذه؟ هذه حتساوي ايضا نفس الطريقه دي ام اي دي تي، ونفس الشيء هنا دي ام اكزيت دي تي، لكن هذه حنكتبها بطريقه يعني على قولتهم ليتل ديفرنتلي. اوكي إيه، نحط لها نقطة هنا ماينس ام اكزيت نقطة، النقطة هي زي الدي دي تي. اوكي طيب ممتاز جدا جدا جدا، الف مبروك، انت الان حصلت ايش؟ حصلت الكونزرفيشن اوف ماس برنسبل في 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 صيغة عامة جدا. ايش يقول لك؟ يقول لك معدل التغير حقت الماس حقتك جوا البالونه هذه جوا السيستم ذا يساوي الماس اللي دخلت ناقص الماس اللي خرجت. ابسطها لك، تخيل ان هذا ايضا انه حسابك الجاري في البنك كان عندك 9000 وجاك مثلا من بدايه الشهر الى نهايه الشهر، يعني دلتا تي الان هنا حتساوي 30 يوم. اوكي كان عندك 10000 وجاك كم؟ 1000، صارت 1100، وخرج من عندك من هنا كعادتك ما تصرف كثير 2000، حيصير عندك نهايه الشهر كم هنا؟ يصير عندك
10 زائد 1000 11 ناقص 2000 9 9 على 30 يوم يطلع لك المعدل معدل تغير الماني او الماس اللي في الحساب حقك. طيب ممتاز جدا ممتاز جدا. طيب يا شباب الان الخطوه اللي بعدها ايش رايكم؟ ابغى اعبر عن هذه بدلاله اشياء مجربل، حاجه زي السرعه، حاجه زي الكثافه، يعني شيء اقدر اقيسها. ليش؟ لاني انا وياك في الصناعه سلمك الله عندنا بايبات تدخل وبايبات تخرج، شايف كيف؟ وعندي مضخه هنا زي، فخليني اخذ البايب هذا، ركز معايا. لو كبرت البايب هذا اهو تمام، وبيدخله فلو جاي من الموصول، يعني احنا بس قطعناها هنا، حتدخله الكميه هذه. هذا اللي انا رسمه بالاسود هنا عباره عن الفلويد يبغى يدخل لجوا تمام. طيب الفلويد هذا شكله بالنسبه للاكزامبل اللي بشرح لك الان هنا عباره عن سلندر، وانت عارف ان حجم السلندر اهو الفوليوم حق السلندر يساوي ايش؟ الكروس سكشنال اريا في طول السلندر ال معايا. طيب وهذا زي ما قلت لك المويه الفلويد اللي يبغى يدخل جوا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يلا خليني اعبر عن الاهو ام اي. اوكي بتقول لي وين النقطه؟ بقول لك اصبر شويه بجيبها لك. ام اي الماس اللي داخله للكنترول فوليوم عندي تمام. الام اي حتساوي الان الدنسيتي في الفوليوم، الدنسيتي عند المدخل في الفوليوم حق ايش؟ حق الماس اللي بتدخل هنا. طيب ايش اللي بعدها؟ الفي حق الحجم هذا شايف كيف؟ عباره عن ال في الاريا، والاريا هي هذه هي الاريا وهي نفسها هذه معايا اي اي وهذا ال اي. طيب يا اخوان هذه كيف نجيبها؟ طول لا هذه بس النقطة اللي باك تركز معايا، المسافة من السنتر للسنتر إلا هذه اللي هو طول اللي شو اسمه طول السلندر. والله لو جينا سألنا أحد المولكيولز هنا قلنا السلام عليكم، عليكم السلام، كم سرعتك يا أخويا؟ بيقول لي والله أنا سرعتي في متر بير سكند. طيب وإحنا قلنا عندنا دلتا تي يعني الزمن اللي راقب فيها الكتلة وهي تدخل هو دلتا تي، فحتكون المسافة هذه كم؟ حتكون الفلوسيتي في إيش؟ في دلتا تي. طيب ممتاز جدا، إذن صار عندي رو آي، ركز معايا الله يرحم والديك أهو رو آي، وإل هاي هنا أصبحت الفلوسيتي مضروبة في دلتا تي مضروبة في الاريا حقة المدخل، والفلوسيتي هذه عند المدخل، ولاحظ اني مركز مدخل ومخرج تمام. طيب الان ايش رايك الدلتا ذي اجيبها هنا؟ خلينا ناخذ اللون الاحمر. ايش رايك الدلتا تي اجيبها هنا؟ اخذ الدلتا ذي من هنا واحطها هنا. عندك مشكلة؟ اتوقع ما عندك مشكلة. طيب ام اي على دلتا تي ايش حتعطيني؟ تقول لي والله ام دوت اي حتساوي ايش يا حبيبي؟ اهو رو اي في في اي في اي اي. ممتاز جدا ممتاز، هذه يسمونه الماس فلو ريت تمام، واليونت حقتها كيلو جرام بير سكند. طيب ليش سويت هذا كله؟ سويت هذا كله عشان الاشتقاق السابق. اهو نرجع معاي هنا، اذا انا اقدر اقول ان الام اي هنا حتساوي رو اي في اي 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 عند المدخل ناقص عند المخرج الكثافه عند المخرج في الفلوسيتي عند المخرج في الاريا عند المخرج تمام؟ حتقول لي تمام. طيب خذ في بالك بس حقين الفلويد ميكانكس الطلاب، انت ان شاء الله اذا رحت الفصل اللي يجي السمستر اللي يجي ان شاء الله حتتعقد الرياضيات شويه، هم بيفترضون لو كان الفلويد مش داخل عمودي كذا، لا داخل بجنب، فحتدخل لك ايش؟ دوت برودكت، فتكون انت جاهز. الكلام هذا الشباب مين؟ شباب الفلويد ميكانكس، شباب الثيرمو لسه احنا قاعدين يا دوب بس ندفك شويه. طيب ايش الخطوه اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها انه سبوز انه هنا ما هو بالون ما يتغير هذا، بل هو ايش؟ ريجيت زي الراديتر اللي وريتك.
فأي شيء تحقنه من هنا يخرج على طول مباشرة. فمعدل التغير هنا بإيش؟ بثابت، ما يتغير مع الزمن. نسمي هذه steady state processes. steady state processes. فنقول هنا for steady state processes إيش يصير؟ يصير عندي dm بتاع الكنترول فوليوم dt حتساوي زيرو، وبالتالي إيش الخطة اللي تلي؟ وبالتالي هقدر أقول إن الماس فلوريت الداخلة تساوي الماس فلوريت الخارجة. طيب، وهذا يعني إنه رو آي في آي اي آي حتساوي رو إكزت في إكزت اي إكزت. ممتاز جدا. طيب، ما رأيك يا حبيبي؟ هل تذكر أنت إنه مش تذكر من شابتر ثلاثة إن الكثافة إن الدنسيتي هي مقلوب السبيسيفيك فوليوم ولا لا؟ ها نسيت؟ مش الدنسيتي مقلوب الكثافة؟ طيب ممتاز. ايش قصدك؟ والله قصدي شريف يا اخي الحبيب، انا حوريك. لا اهو ابغى اكتبها بطريقة اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو اقدر اقول انه بسم الله، اذا اقول افتح قوس السرعة عند المدخل في المساحة المقطع، اوكي، طبعا على السبيسيفيك ويت، تمام، السبيسيفيك فوليوم حيساوي الفيلوسيتي عند المخرج في الاريا حقت المخرج على السبيسيفيك فوليوم عند المخرج. ممتاز جدا، ممتاز جدا. هذه طيب ايش البسط هذا يا حبيبي؟ البسط هذا ترى اليونت حقته متر تكعيب لكل ثانية، يسمونه ايش؟ ها فوليوم فلو ريت، يسمونه فوليوم فلو ريت. ولا عدة رموز لا تتلخبط في الفلويد ميكانيكس اللي هو ME311 يرمزون له بالرمز كيو فوقها نقطة، واحيانا يرمزون له بفي الفوليوم محطوط فوقه نقطة معايا، واحيانا عشان ما تتلخبط دائما نستخدم الفي في الاي مع بعض ما نحط لها رمز. طيب ممتاز جدا، ممتاز. طيب يا دكتور، لو كان السائل الفلويد اللي ماشي is incompressible، ايش قصدك بincompressible؟ يعني زي الموية زي الزيوت الكثافة ما تتغير حقتها. طيب ما اذا ما ايوه ممتاز. اجل اقول for incompressible fluids، اوكي، وحرسمها لك هنا، اوكي، ووتر يدخل ويخرج ووتر، ممكن تتغير درجة الحرارة، ممكن ينقص الضغط، ولكن الكثافة حقت الووتر عند المدخل هي نفس الكثافة عند المخرج ما تتغير، شايف كيف؟ وبالتالي تقدر تقول ان الـ V at the inlet is equal to V at the exit، يتكنسلون، اذا هذه حتروح، وش يصفالي الان يا شباب؟ يصفالي VIAI يساوي في اكزت اي اكزت. الله، اذا هذه صيغه اخرى للماس بالانس. اللهم لك الحمد والشكر. طيب ايش كمان تبغون يا شباب؟ طيب اخر حاجه افرض ان عندنا كنترول فوليوم جهاز مثلا هيت اكسشينجر له عده فتحات معايا، شيء منه وشيء منه، ايش نسوي؟ ابدا يا حبيبي، اذا تبغى ترجع هنا اهو، هنا بتحط ايش؟ بتحط الحرف سيجما، وهنا تحط ايش؟ الحرف سيجما، تمام، اوكي، وهنا نفس الشيء سيجما، وهنا سيجما معايا، وهنا حتكون سيجما، وهنا حتكون سيجما. اللهم لك الحمد والشكر. وهنا اهو سيجما، وهنا سيجما، وهو وهنا خلينا ناخذ لنا لون احمر. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي سيجما سيجما، وهنا سيجما، وهنا سيجما. الف مبروك. اهو الان يا حبيب قلبي صار عندك الان مبدا حفظ الكتله او الماس كونزرفيشن برينسيبل، وتم اشتقاقه لك اشتقاق يعني ان شاء الله ما يخر المويه،
واهم حاجه السمبليفيكيشن هنا لما يروح اذا رحت الفلويد ميكانكس نحن نفترض ان السرعه هذه الفي عموديه على ايش؟ على الكروس سكشنال اريا. اذا كانت مايله لكل حدث حديث تنشرح ان شاء الله لك في الفلويد ميكانكس. اتمنى لك التوفيق. اذا عجبك الفيديو لا تنساني من دعوه صالحه بظاهر الغيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.